أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الأول، سر المفعول عن أمطار رعدية خلال هذه الأمسية تكون معتبرة على الواجهة الغربية، أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء شبه رعدية تقريبا على جل المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات، احتمال لبعض الزخات من المطر خلال إن شاء الله الأمسية على مرتفعات الداخل الوسطى وكذلك منطقة الأوراس. كل هذه الأمطار ستلتحق ليلا على الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية، هبوب رياح قوية على الهضاب العليا الغربية تصل غاية 50 كيلومتر في الساعة، أجواء رعدية كذلك أواخر النهار على شمال الصحراء، أجواء مشمسة على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب مع هبوب رياح قوية مما يعمل على تطير الرمال على الصحراء الوسطى كذلك شمال الصحراء منطقة الواحات وحتى على أقصى الجنوب. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 24 درجة إلى غاية 29 درجة على الواجهة الشمالية، 21 درجة فقط على المشرين عامة والبيض، 29 درجة على بشار، 28 درجة على ولاية إليزي، ترتفع إلى غاية 33 درجة على الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى دائما تبقى مرتفعة مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى مع 36 درجة، نفس المقياس على تيزي وزو البويرة كذلك باتنا، ترتفع لغاية 38 درجة وهذا على معسكر غيليزان وشلف، لن تتعدى 32 درجة على تلمسان ووهران، جنوبا ننتظر 42 درجة على شمال الصحراء، على أقصى الجنوب على إن قزام 46 درجة كان المقياس على كل من أدرار تيميمون وحتى على إن صالح. البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول شريط الساحل خاصة على السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة، بحر قليل الاضطراب غربا كذلك رياح متغيرة الاتجاهات ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:13 دقيقة مساء. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع،